صباح الخير السيدات والسادة، عيرون أسمعكم إذا تكرمتم ويرجى أن تجلسوا على مقاعدكم. سوف تبدأ الجلسة الآن. نصل الآن إلى نهاية الأسبوع الأول من برنامج الإثراء الشتوي، وقد كانت رحلة مذهلة حتى الآن. أخذتنا من حافة العلم بما في ذلك الإكستريم بايونكس والسيارات الكهربائية إلى القطب الشمالي، وكان لدينا نقاشات موقدة للأفكار بما يتعلق بالتنوع العصبي وحواف الفن وغير ذلك. شكرا لانضمامكم إلينا. اسمي ساولا وأنا طالب الدكتوراة هنا في كاوست في مركز الزراعة الصحراوية. يشرفني ويسعدني أن أقدم متحدثتنا اليوم رها محرق، والتي سوف تأخذنا إلى قمة العالم. رها هي أصغر عربية وأول امرأة سعودية تتسلق جبل إيفرست، وبالإضافة إلى ذلك تسلقت القمم السبعة، يعني أعلى جبل في كل قارة. ورها هي مثال للعزيمة والإصرار والجلد ودفع الحدود أو تجاوز الحدود المرسومة. هناك ملاحظات عامة أولا قبل أن نبدأ الجلسة. يرجى أن لا تنسوا الانضمام إلينا في الساعة الثانية لجلسة نقاشية يرعاها الشباب السعودي للاستدامة. سيكون هناك مفاجأة خاصة هناك، لا تغب عنكم رجاء. والساعة الخامسة كذلك لدينا حديث من ديدي دروغبا، وفي المساء سيكون هناك أيضا حفلة غاز. الآن أقدم لكم رها، وهي سيقدم رها مديرة المركز للزراعة الصحراوية. ستتحدث لساعة واحدة، وسيكون في نهاية هذه الجلسة وقت للأسئلة. نرحب بأنا ورها. صباح الخير ومساء الخير لكم أينما كنتم، مرحب بكم في هذه القاعة في اليوم الخامس من برنامج الإثراء الشتوي لهذه المحاضرة. اسمي أنا روتيك وأنا مديرة المركز مركز الزراعة الصحراوية، ويسعدني أن أقدم لكم رها محرق اليوم، والتي ستقدم لنا هذه المحاضرة بعنوان جد إيفرست الخاص بك أو بك. رها هي المرأة السعودية الأولى وأصغر عربية تصعد أو تتسلق جبل إيفرست، وإذا ما أضفنا إلى قائمة إنجازاتها تسلق كل أعلى قمة في كل قارة وما يسمى القمم السبعة. هذه المغامرة المولودة في جدة دفعت بالحدود الاجتماعية والعاطفية والجسمانية، وقد تخرجت رها بالبكالوريوس الاتصالات من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وانضمت إلى وكالة إعلامية مشهورة، لكن حياتها تغيرت في اليوم الذي تسلقت فيه كليمنجارو. كانت بين السحاب في سقف أفريقيا، وشعرت أنه لا شيء يمكن أن يحول بينها وبين المغامرة وحبها للمغامرة. وكليمنجارو فتح لها الباب لتحديات أخرى في مايو 2013، بعد صنعت التاريخ رها بكونها المرأة السعودية الأولى التي تتسلق جبل إيفرست، ومن ثم تسلقت كل القمم السبع في العالم، أعلى قمم سبع. نرحب برها محرق اليوم في كاوست. سنبدأ بفيديو قصير قبل أن نرحب بها هنا على المسرح. I'm afraid. I'm afraid of losing my life to the mountain and not returning to my family. But I'm also afraid of not really living. I asked my father permission to climb mountains, and his response was a quiet no. From the moment I opened my eyes, I was a dreamer.
Until the moment they close, I'll strive to realize them. What I fear the most is what moves me. And up there I fight my demons. My fear of giving up far exceeded my fear of the mountain, because I would not accept the shadow of myself. It's my dream to see a generation of girls where there are no longer any firsts, because all of them have been conquered. And if by sharing my story I can help even one girl inch closer to her dreams, then my efforts would have been worthy. I climb so that the only mountains the next generation of women scale out of rock and ice. And the only weight they carry is a trophy. And the only lines they face are the finish lines. This is why I climb. شكرا لكم والسلام عليكم. ليس كل شخص سوف يتسلق إيفرست في جبال الهيمالايا. كانت هذه وجهتي، لكن ليس كل منكم سيتسلق ذلك الجبل تحديدا، ولكن كل واحد منا لديه جبل إيفرست الخاص به ليتسلقه، سواء كانت وظيفة الأحلام أو عائلة الأحلام أو غير ذلك. لديك أنت، كل شخص لديه جبل خاص يجب أن يتسلقه. قصتي أنا أنني تسلقت جبل إيفرست الحقيقي في الهيمالايا، لكن هذه قصتي. أين أبدأ بقصتي؟ لم أكن أتخيل مطلقا أنني سوف أروي قصتي للآخرين، وسأبدأ من البداية. أنا ولدت في جدة في حي الروضة. من يعرف حي الروضة؟ ومن أحد الأماكن الأكثر استواء على الأرض. ولدت لأب كان دائما يدفعني للوصول إلى السماء وإلى النجوم، وأم غرست في الشعور بالهدف والأحلام. فعندما كنت صغيرة كنت دائما أحاول أن أتواءم مع مربع معين من التوقعات التي لم أكن أتفق معها. كنت فتاة صغيرة والكل يتساءل كيف يمكن التعامل معي، كان لدي روح معين. كنت أحاول أن أقوم بكل ما يقوم به شقيقي، ولكن أفضل أن أكون عداء أفضل ولاعبة كرة قدم أفضل منه. فكنت أتنافس مع إخواني وليس مع أخواتي. فمن البداية كنت مختلفة، ولفترة طويلة حاولت أن أبقى في حدود هذا المربع، لأنه لكن روحي وشخصيتي وحبي للحياة وشعوري بالمغامرة كان أكبر بكثير من هذا المربع الصغير. فلذلك وصلت إلى نقطة معينة في حياتي بعد أن أكملت المدرسة وتخرجت وذهبت إلى الجامعة، ولأنني كنت طالبة جيدة في المدرسة، كنت طالبة ممتازة في الجامعة ودرست بجد. بنظرنا أنا لم أكن طالبة جيدة في المدرسة، كان أدائي في الجامعة متميزة، لكن هناك كان شيء داخلي يريد أن يخرج ويريد أن يستكشف العالم. فبعد استكمال الجامعة والحصول على وظيفة بقيت هناك لفترة معينة، وكنت مسرورة بوظيفتي في وكالة، ولكن كان لا يزال لدي نداء داخلي يدفعني نحو العالم الخارجي، وكان النداء قويا جدا. فأريد منكم أن تستمعوا إلى هذا النداء في داخلكم. نحن جميعنا نصل في مرحلة في الحياة يكون لديك طريق تقليدي متوقع أو طريق الأسهل، ويكون لديك طريق آخر صعب ومغامر. فأحيانا الطريق الآخر هو الرائع، فأنا لم أسر في الطريق العادي، ولم يكن طريقا حتى كان جبلا.
العالم. أردت أن أجد شيئا جديدا وأن أستكشف شيئا جديدا حول نفسي بعد أن بدأت بعملي الأول ووظيفتي الأولى. فبين التفكير في هل أستمر في عملي أم أتحول إلى شيء آخر، فتحت نفسي وروحي للعالم وكنت أبحث عن الإجابات لفتاة صغيرة من عمرها 6 سنوات. هل أنت ستكونين ما حلمت أن تكونيه؟ فلو تحدثت مع رها التي كان عمرها 6 سنوات، هل هي تريد أن أكون على ما أنا عليه في ذلك الحين؟ فكانت الإجابة لا. فلذلك حاولت أن أبحث في العالم، أبحث عن مغامرات جديدة مختلفة، تأخذني من منطقة الراحة الخاصة بي. وكنت خائفة لأنه لم يكن لدي فكرة عما سأقوم به، وكان لدي وظيفة كيف أتركها وأذهب وأستكشف العالم. ولكنني استمعت إلى غريزتي، وغريزتي قادتني إلى مسار مختلف. سبحان الله، عندما كنت أحاول أن أستكشف ما الذي أقوم به، كنت أجلس مع مجموعة من الأشخاص، كانت خيمة رمضانية، ولم أكن أعرف الأشخاص جيدا في ذلك الحين. لكن إحدى الفتيات فجأة قالت لي أنا سأتسلق أكبر قمة في أولى قمة في أفريقيا في إجازة العيد. نظرت إليها وقلت لها ماذا ستفعلين؟ قالت نعم، مجموعة من الأشخاص سنذهب للتسلق في تنزانيا ويسمى جبل كليمنجارو. ومباشرة نظرت إليها وقلت لها أليست كليمنجارو فاكهة؟ لم يكن لدي فكرة ما هو كليمنجارو. قالت لي كلا، إنه جبل تتسلقينه، وكلما تحدثت عنه أكثر كلما ذلك تلك الشعلة التي داخلي اتقدت والشعور بالهدف توقد. فقالت لي هل ستأتين معي؟ فقلت لها نعم، لماذا لا؟ حدثيني أكثر عنه. فكلما قرأت أكثر عن كليمنجارو أحببت الفكرة أن أذهب وأتسلق جبلا، وعلى الأخص خلال تلك الفترة في حياتي عندما كنت لا أزال متخبطة لا أدري ماذا أفعل. فالدافع بالنسبة لي والسبب الذي دفعني لاتخاذ القرار بأن أتسلق كليمنجارو ليس لأنه جبل جميل وكان جميل، وليس لأنها مغامرة، وإنما كان رد فعل الأشخاص على قراري لتسلق جبل كليمنجارو. فأذكركم أنه كان ذلك قبل 10 سنوات، وتغيرت الأحوال منذ ذلك الحين. ولكن في ذلك الوقت عندما كنت أتحدث للناس وأقول لهم سأتسلق كليمنجارو، كانوا ينظرون إلي باستغراب ويقولون كيف أنت فتاة، كيف ستذهبين إلى هناك؟ كل هذه الأشياء التي تسمعها عندما لا يؤمن أحدهم بحلمك. وكلما قالوا لي الناس لا أكثر، كلما أصرت على تسلق هذا الجبل، لأنه لا ينبغي أن يملي عليك أحد ما تقوم به. وكان هذا هو القرار الذي اتخذته، أنني سأتسلق هذا الجبل. ولكن طبعا لا يكفي أن أتي من خلفية معينة وأن أحمل حقيبتي وأتسلق الجبل في أفريقيا. كان علي أن أتحدث مع والدي وأشرح له أنني سأعيش في خيمة 8 أيام في منطقة نائية. فاتصلت به وتذكر المحادثة، كان مصدوما وقال لي لماذا تريدين أن تذهبي وتعيشي في خيمة؟ قلت له لأنني أستطيع وهذا حلمي وأريد أن أقوم بذلك. ولم يتفهم الأمر، ولكن بنهاية المطاف والدي حبه لي لا يصدق وقال أنت مجنونة، أعتقد أنك مجنونة، ولكن إذا ما أردت القيام بذلك فسأدعمك في ذلك، وقومي بذلك وعودي وخلاص ويكفي. قلت له تمام مرة واحدة فقط، ولم يكن هذا هو الحال طبعا بعد ذلك. فتدربت قليلا ولم يكن لدي فكرة عن تسلق الجبال من قبل، ولم أكن مجهزة أو مستعدة. واشتريت جاكيت التسلق من محل في دبي، ولم يكن هو الجاكيت المناسب، لكنني أحببت الزرارات التي في الجاكيت. فالتخطيط بالنسبة لي كان صفرا. وجدت جاكيتا جيدا وأخذته، وكنت سأتجمد حد الموت. وفي الحقيقة أصبت بالعمى الثلجي، والعمى الثلجي
هناك طبقة من المياه بين الطبقة الخارجية والعين، وهذه الطبقة ممكن أن تتجمد. ولأنني اشتريت جاكيتا عاديا لم يبقني دافئة، وبعد بعد أسبوعين وبدون عدة مناسبة ذهبت لأتسلق في أفريقيا، وكنت أشعر بالبرد ومتعبة وخائفة. ولكن أقول لكم أنه في اللحظة التي وصلت فيها إلى قمة أفريقيا ورأيت السماء من ذلك الارتفاع للمرة الأولى، كانت شيء لا يصدق، وشعرت كما لو أنني أنتمي إلى هذا المكان. شعرت أنه هذا هو مصيري. من الرائع أن تذهب إلى مكان لا تعرفه من قبل وتقوم بشيء جديد بالكامل وتشعر أنه هذا هو مصيرك. فهذه لحظة خاصة أمل أن يجدها كل شخص منكم في حياته أو في حياتها، ليس بالضرورة في قمة جبل، ولكن هناك اللحظة السحرية في حياتك التي تدرك فيها مصيرك، وكانت هذه لحظتي. وقفت على سقف أفريقيا لدي شبه عمى ثلجي ومتجمدا من البرد، لكنني شعرت بالحياة، شعرت أنني قادرة ومتمكنة، وشعرت بشعور أنني تفائدة، وأحببت هذا الشعور كثيرا، وقلت أنني لن أتوقف عن التسلق. هذه لن تكون المرة الأخيرة التي أشعر فيها بالوقوف على قمة. وعدت إلى والدي، عدت إلى منزل أمي، ووجهي كان محترقا ونحيفا جدا، كنت أبدو كقطة تركت في الشتاء في الخارج. عدت إلى المنزل وكنت مسرورة، ووالدي كان يتساءل ما هي المشكلة لديك، وقال هل خلاص اقتنعت؟ قلت له كلا، هناك القمم السابع. فقال تريدي أن تتسلقي قمما أكثر؟ فقلت له نعم، وكان ذلك كل شيء. لعشر سنوات تسلقت قمما أعلى وأبعد وأصعب، ودربت نفسي ووعدت نفسي أنني لن أكون غير مستعدة أو بردانة أو ضعيفة، ووعدت نفسي بأن أتدرب. وذهبت إلى البراكين في المكسيك لأتدرب، وذهبت إلى سياتل لأتدرب، وفي البحر وغير ذلك، ودربت نفسي. وأثناء خوضي لهذه الرحلة أدركت أنني الوحيدة التي تقوم بذلك، أنا الأنثى الوحيدة في الفريق، وأنا الشخص الوحيد من هذه المنطقة في الفريق. فأدركت أنه هذا شيء جديد، وأدركت أنني كنت الأولى التي أقوم بذلك. كل ذلك صدمني. اللحظة التي وصلت فيها، أعتقد أنه في الجبل السادس أو السابع، المرشد قال لي علي أن أجرب إيفرست، وقلت له أنني غير مرتاحة لذلك حتى الآن، أشعر أنني غير مستعدة. فقمنا بمخيم قاعدة تدريبي في الهيمالايا تحت إيفرست، وهو مكان فيه جميل، مكان جميل، وفيه تعرجات في الطريق. وفي إحدى المنحنيات، لا أذكر هذه اللحظة لأنه كما لو كانت ضربة برق أو صاعقة أصابتني، في إحدى المنحنيات هذه شاهدت قمة إيفرست قريبا. وإيفرست صعب جدا، وهو القمة الوحيدة التي هي سوداء، فستراها عن بعد. أنا شاهدت إيفرست عبر الإنترنت وعلى التلفاز، ولكن لم أره رأي العين. وأقول لكم أنه تحدث إلي وخاطبني، شعرت بالانجذاب له. أمي دائما تمزح، تقول أراها عندما تشاهد إيفرست يظهر قلوب، وإن شاء الله تنظر إلى العريس كما تنظر إلى ذلك الجبل، لأنه أنت عدت وعيونك فيها قلوب، فكيف تقعين في حب جبل؟ ولكن أنا أحببت فكرة تسلق هذا الجبل، وأن أكون ابنة الصحراء وبنت حي الروضة والتي تتسلق أعلى قمة في العالم. هذا ما كنت أحبه. وعدت من المخيم القاعدة في إيفرست، وأعطيت نفسي 12 شهرا، سنة واحدة، لأنه بعد ذلك والدي عطل
لي أحذية من الإسمنت ويضعني في المنزل. فعدت من مخيم القاعدة وقررت أن أتسلق إيفرست، وكان صعب أن أتقدم بالطلب. شركات التسلق الكبرى في العالم، فتخيلوا رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها لهم في سياتل مثلاً: أنا اسمي رها محرق، أنا من جدة وأريد أن أتسلق معهم. فقالوا: أين تسلقت من قبل؟ تسلقت الدرج كليمنجارو ومخيم القاعدة. فكانت تجربتي صفر، فأعطوني 10 جبال علي أن أختارها وأنا تسلقها في سنة واحدة للتحضير. والسبب أنني قررت أن أتدرب وأن أذهب هو رد فعل الناس. كل واحد كان يصدم عندما أظهر في المكسيك أتسلق أعلى بركان هناك ويسألوني: من أين أنت؟ من السعودية. فيقولون: هل لديكم ثلج هناك؟ أقول: نعم، بعض الأماكن ربما. ومن ثم أنت يسألون: هل أنت فعلا من السعودية تتسلقين؟ أقول: نعم. فهذا درس أريد أن أعطيكم إياه، لا تستمعوا لهم، خذوا هذه السلبية كوسيلة لتغيير هذه السلبية، لا تجعلوهم يحبطوكم، ودع نفسك ترتقي فوق ذلك كله، وأنك شخص من هذه المنطقة تستطيع أن تقوم بأي شيء وتتسلق أعلى قمة في العالم. وفعلا خلال سنة واحدة تسلقت 8 جبال من 10 التي أعطوني إياها، أحدها في القطب الجنوبي في أنتاركتيكا، وتطلب مني 66 ساعة على الوصول إليه. وعلى قمة في الأرجنتين تسلقتها، وعلى ذلك الارتفاع الكثير من الناس يفقدون حياتهم، وجبال أخرى تسلقتها من أجل أن أحضر وأن تقبلني الشركة، لأنهم لم يكونوا مستعدين لقبولي لأنها مسؤولية. وقلت لهم: أنا من السعودية. قلت لهم: حتى ولو سأكون متسلقة جيدة. وبعد 12 شهرا تم قبولي في الفريق، وحزمت حقائبي وودعت أسرتي، وكان أحد أصعب الأشياء التي قمت بها أن أقول إلى اللقاء لأسرتي. والدي حضنني وقال لي: رها، أحسن شيء فيما يتعلق بالجبال. قلت له: ماذا يا والدي؟ قال: إنها لا تتحرك، أي مشكلة تحصل تنزلي إلى الأسفل وتعود من جديد تحاول. ليس هناك ضغط، لا تقومي بأي شيء مجنون، أنت مجنونة لكن لا تفعلي شيء مجنون، ارجعي وستعودين مجددا. لكن طبعا بالنسبة لإيفرست لم يكن ذلك الحال، لأنه مكلف وصعب ولا تقبلك الفرق، ربما الفرصة لا تعود. فالضغط كان علي كبيرا وكان قلبي يخفق. فدربت نفسي وذهبت إلى كاتماندو وقابلت الفريق هناك، ووجوه الناس عندما وصلت إليهم: من أين أنت؟ سألوني أفراد الفريق. وبعد 60 يوما 56 يوما بعد الكثير من المصاعب والألم والجروح والسلبية والآلام، هذه الفتاة السعودية من جدة من حي الروضة عبرت خطوة هيلاري التي كل شخص تسلق إيفرست عبرها، بما في ذلك هيلاري الذي اسمه مكتوب عليها. عبرت تلك العتبة، عبرتها وتجاوزتها ووصلت إلى القمة ووقفت على قمة العالم. وصدقوني لم يكن مهما أنني كنت امرأة أو من السعودية، ولم يكن مهما أنني كنت أنحف وأصغر من في فريقي. أنا طويلة هنا في المنطقة بالنسبة للمنطقة، لكنني قصيرة بالنسبة لبقية العالم. الشيء الوحيد لم يهم ذلك كله، الشيء الوحيد الذي كان مهما أنني كان لدي إيمان أنه هذا مصيري وقدري، وأنني قد استغليت الفرصة وكانت لدي الشجاعة لأخذ الخطوة الأولى التي قادتني إلى قمة العالم. أنا لمست السماء في لحظة ما، وأنا من هنا، وأنا من نفس الخلفية التي الكثير منكم يأتي منها. لا شيء أوقفني، ولا شيء أوقف أحلامي، ولا شيء يجدر به أن يوقف أحلامكم. إن كنت أنا قادرة على أن أقف على قمة العالم وأنا من نفس السماء، فلا شيء يحول بينكم وبين أحلامكم. وإن أريد
أريدكم أن تتذكروا هذه اللحظة، أنه من الممكن. وعندما نزلت من إيفرست كنت أشعر بالتوتر، لأنه بعض الناس كانوا يدعوني أنانية ويرون أنها رياضة غير مجدية. طبعا السلبية دائما ما تكون موجودة، ولكن رد فعل الناس على تسلقي كان جميلا. والكثير من الناس من مختلف أنحاء العالم راسلوني وقالوا لي أنا أؤمن بحلمي لأنك أنت كنت مثالا يحتذى به، وهذا شيء خاص، فهذا يجعلك شخص غير أناني، وإنما شخص تشعر بالآخرين. وليس الكثير من الناس يعيشون ذلك، يفعلوا شيء ويكونوا الأوائل ويقفوا هنا ويتحدثوا مع مجموعة رائعة مثلكم. حبيبتي، thank you. Don't get me emotional. I'm already emotional and I'm wearing white, so I can't like wipe my makeup off here. But yes, نعم. I'm not special. أنا لست خاصة. ما الذي جعلني مختلفة هو قدرتي على أن أكون عنيدة وأن أكون ذات حزم وتصميم في مسعاي وهدفي. فإن كنت أنا قادرة على ذلك، أنتم تقدرون وأنت تقدر وأنت تقدرين. وتذكروا أنني تمكنت من تحقيق أحلامي، وعلى قول والدي قال أنها لم تتسلق إيفرست فقط، وإنما تسلقت كل الجبال من أجل أن تثبت قدرتها. فأنتم قادرون على أن تصلوا إلى إيفرست الخاص بكم، فيجب أن تكون أحلامكم إنعكاس لا محدودية قدرات، لأنه بنهاية المطاف التاريخ لا يصنعه ضعاف القلوب. أنا في الحقيقة أشعر بعاطفية عندما أتحدث عن والدي. شكرا لكم لهذا الجمهور الرائع. شكرا لك. في الحقيقة أنا تحمست كثيرا من خلال حديثك، ولما تسلق أي جبل. وبالإمكان أن تبدأي، سيكون لدي مخيم قاعدة هذا العام، وبالإمكان أن تلتحقي بنا سأعود. لأنه الذكرى العاشرة لتسلقي، فربما أذهب أعود مجددا إلى مخيم القاعدة، وقد أخذ البعض منكم معي. أعتقد أنه لدينا ميكروفونان هنا، إن كان هناك من سؤال لرها. وأعتقد أنه لدينا بعض الأسئلة التي وصلتنا أونلاين أيضا، ولدي أنا بعض الأسئلة. تفضل. شكرا. أنا بداية تهانينا لك رها. أنا أتي من الإكوادور، فبالإمكان أن تذهبي إلى تشيمبوراسو. أنا ذهبت إلى تشيمبوراسو لكن ليس كومبري، لم أذهب إلى كومبري. كوتوباتسي ذهبت إلى هناك. نعم ذهبت إلى هناك. تهانينا لك. حوالي 5000 متر، وعندما صعدت إلى هناك في كنت عازبا. الآن زوجتي لن تسمح لي، خذها معك. 5000 متر فوق سطح البحر كانت تجربة مرهقة، لكن عندما قمت بذلك بتسلق كوتوباتسي شعرت باللحظة، وربما أنت شعرت بنفس الشيء. عندما وصلت إلى 8000 متر هناك لحظة عقلك، جسمك لا يجيب على الأوامر التي تأتي من الدماغ. فأطرح عليك السؤال، كيف كانت أفكارك عندها عندما كنت تعانين وتواجهين هذه الصعوبة؟ هي تجربة صعبة جدا للعقل والجسم، لكن كيف تمكنت مع كل هذه السلبية؟ كيف استطعت أن تدفعي الحدود وتصلي إلى ذلك؟ هذا سؤال جيد. أنا كنت محظوظة عندما ذهبت إلى الإكوادور، كانت عاصفة ثلجية، حاولنا تسلق كوتوباتسي في البداية لم نتمكن، ومن ثم تيمبراسو لم نتمكن من تسلقه، ولكنني ذهبت إلى هناك وثقافة جيدة وشعب رائع.
السؤال وجيه. الحقيقة هي أنه أنا كنت خائفة، وإذا قال لك أي شخص أنه ليس خائف فهو غير صادق. أنا كنت خائفة، وهذه هي الشجاعة، أن تكون خائف وأن تقوم بالشيء وأن تنجح فيه وأن تتحكم بعواطفك. هناك مصطلح يسمى حفرة الأرنب، عندما تتسلق وتصاب بدوار الارتفاع أو المرتفعات فجسمك يبدأ بالانهيار قبل عقلك، فقدماك تبدأ بالشكوى، فعقلك يوقف هذه الشعور. عندما يكون لديك تقرحات عقلك يقول لك لا لا يوجد، فربما يكون لديك تقرحات لكن العقل يستطيع أن يخمد هذه الشكوى من الجسم، لأنه الجسم يتبع العقل وليس العكس. أنا تسلقت مع أكثر الناس لياقة، لكن بعضهم كانوا يبكون في الخيام بسبب بعض التقرحات في أقدامهم. بالإمكان أن تكون لائق جسمانيا لكن عقليا جسمك قد يصعد بك إلى الجبل، ولكن عقلك هو ما ينزلك من الجبل. عندما تتسلق تكون متعب وتكون متعب وتكون غير متحمم. أنا لم أتحمم 22 يوما، فلا تشعر أنك نفسك، تشعر أنك وحش تعيش في جسمك لأنك متعب. وهنا تتجلى شخصيتك الحقيقية، لأنه الكل لطيف عندما تكون الأمور جميلة، وعندما يكون مستحما ويكون قد تناول الطعام وجالسا مرتاحا، لكن عندما تكون تحت الضغط هنا تظهر طبيعتك الحقيقية وتتجلى، ولا تستطيع أن تتحكم بنفسك وعواطفك. هذا شيء صعب وليس هناك حلا سحريا لذلك، فيجب أن يكون لديك العقل القوي. هذا سؤال جيد، شكرا لك. شكرا لك لمشاطرتنا هذه التجربة. سؤالي، بعد أن وصلت إلى قمة إيفرست، ما الذي قمت به في الحياة؟ كيف تعدين هدفك التالي في الحياة؟ أنا مسرورة أن أمي ليست هنا. سأجيب على السؤال في شقين لأنه سؤال عميق. ما يتعلق بالإجابة البسيطة، نعم أحب أن أذهب إلى الفضاء. إن كان هناك أي برامج فضائية سأحاول أن ألتحق بها، وقد تقدمت إلى كل البرامج الفضائية وقبلت في بعضها. ف أريد أن أذهب إلى الفضاء، ولكن الحقيقة أنا لا أعتقد أنه إيفرست، لا أرى أنها أعلى نقطة في حياتي، هي أحد إنجازاتي فقط، وهكذا أستمر في حياتي. فأنا لا أعلق حياتي وعملي على إنجاز واحد، هو إنجاز رائع ولا أقلل من شأنه وتطلب وقتا طويلا مني، لكن هو جبل واحد من بين جبال أخرى. فأريد أن أذهب إلى نقطة أعلى في الفضاء، ولكن إيفرست كان فقط واحد من الإنجازات. فإن علقت كل شيء على إنجاز واحد فلن تنجز، فيجب أن تجد لنفسك أشياء جديدة، ليس بالضرورة أن تكون معقدة وبعيدة. على سبيل المثال، أنا بدأت كرة الطائرة الشاطئية لاحقا في وقت متأخر من حياتي، ولن أخبركم بعمري. أنا بدأت بكرة الطائرة الشاطئية متأخرة، وآخر مرة دعيت للعب للمملكة العربية السعودية وفزت، فكان هذا إنجاز قمت به في السنة الماضية. ليس بالضرورة أن يكون معقدا، لكنه شيء ممكن أن يشعل روحك. و شكرا لمشاطرتنا تجربتك. لدي سؤال، أنا متسلق جبال ولكن هنا في المملكة، لم أتسلق في خارج المملكة. وعندما نحاول أن نتسلق أي إيفرست كما ذكرت سابقا، لدينا منتقدين كثر، وما أراه من تجربتك أنك استخدمت هذا الانتقاد كوقود لك. فأعتقد أنه أنت لديك قوة عقلية، قوة عقلية خارقة، فكيف نستخدم هذا الانتقاد من أجل أن يكون وقود بالنسبة لنا وندفعنا للأمام؟
وأن ننجح هناك. هذا سؤال وجيه، وأكون صريحة معك، أنني أنا أحيانا قوية عقليا في بعض الأشياء ولكنني ضعيفة في أشياء أخرى. إذا وضعتني في غرفة مع إخواني فأنا ضعيفة جدا، أريد أن أترك لوحدي في الغرفة لأنه إخواني وأخواتي لديهم شخصيات قوية. فنصيحتي كما ذكرت سابقا، دائما خذ النقد أو الانتقاد كفرصة لكي تثبت للآخرين أنهم خطأ. لا تعتبر أن هذا الانتقاد هو وزن يعيقك، وإنما شيء يرفعك إلى الأعلى. كل انتقاد اصعد فوقه وارتقي واصعد. للأسف معظم الناس ينتقدون وهم يريدون تحقيق ذلك، ينتقدوك لكنهم داخليا يريدوا تحقيق ذلك. فأنت مثلا مثلنا مثل الأطفال، لو كانت هناك لعبة لدى طفل آخر وتريد أن تحصل عليها لم تحصل عليها، عندها تقول أن هذه اللعبة سيئة وغبية. فكن لطيفا مع الآخرين المنتقدين، لأنه الكثير منهم أشخاص محطمين، أشخاص غاضبين أو محبطين، لكن لا دعهم مطلقا يثنوك عن عزمك. في بعض الأحيان ممكن شخص أن يذكر ملاحظة غبية على إنستغرام، لا أهتم بذلك، لكن في بعض الانتقادات والتعليقات تكون كرصاصة في القلب بالنسبة لي، وأنا أقبل أنني إنسانة وأنا لدي نقاط ضعف في بعض الأحيان. أنت كإنسان عليك أن تقبل وتتقبل نقاط ضعفك وأن تتفهم سلبية الآخرين، ودائما استغل الفرصة لكي تثبت لهم أنهم على خطأ. هذا سؤال وجيه. هل هناك مناصرة في المنطقة في المملكة في المدارس؟ لأنه في العالم هناك جوائز تعطى للطلاب لتسلق الجبال مثل في كليمنجارو في الأردن على سبيل المثال، وجائزة دوقة إدنبرا. هل هناك أي إشراك عمل تقومون به داخل المملكة لتحفيز الشباب على التسلق، لأن ذلك سوف يساعد في تغيير هذه العقلية والثقافة السائدة حاليا؟ وكلما كان شباب المنطقة قادرا على التفكير بطريقة مختلفة هكذا مبادرة سيكون ذلك جيدا. في الحقيقة لست على علم بأي مبادرات، لكن السنة الماضية كان لدينا الأولمبياد السعودي. لا أدري إن كنتم عارفين بروعة ذلك الحدث. الرجال والنساء، رياضات رجالية ونسوية، كان الجائزة كانت نفسها ماديا، وهذا لم يحدث في العالم. ما أنه في نفس الرياضة المرأة والرجل يحصلون على نفس المستوى من الجوائز، فتخيلي الجهد الذي بذلوه. لديهم جمعية تسلق، أنا أعمل معها في بعض الأحيان وأساعدهم، لكن صراحة هو مقترح رائع. جائزة الأمير حسن في الأردن، وفي السنوات الأربع الماضية أعطيت جوائز، وهذا شرط في المدارس. هذا مقترح مذهل، ممكن أن نقترحه على كاوست كليمنجارو وجبل صعب، فليس لأطفال المدارس وإنما خريجين، لأنه جبل صعب، لكن ممكن أن تكون جبال أخرى. جائزة للتسلق ممكن أن نناقشها، لأنها ممكن أن تمكن الناس. حتى لو لم تريد أن تكون متسلقا للجبال مثلي، فيجب أن تجرب التسلق حتى مرة في حياتك، لأنه يفتح باب في عقلك ليس موجودا من قبل. فأنا أحببت هذه الفكرة وبالإمكان أن نناقشها لاحقا. أثناء رحلتك إلى الأعلى، هل حصلت على أي تعليقات سلبية وكيف تغلبت عليها؟ Did I receive, oh my God. Yes. نعم.
عندما تتسلق لا يكون لديك هاتفك وليس لديك وصول إلى العالم الخارجي، فتأتي كل الأفكار السيئة إلى عقلك أنه شيء سيء قد يحدث في المنزل. عندما تنزل ويكون شعور سلبي، فأنا أحاول قدر المستطاع أن أغذي الجانب الإيجابي. هناك قصة جميلة وأعتقد أنها للهنود الأصليين في أمريكا الذين يرون هذه القصة. يقولون أنه إذا لديك ذئبين أي واحد منها ما سيكون أقوى، والإجابة هي الذئب الذي تطعمه. فلو تغذي السلبية والشك في داخلك فسيكون هذا الجانب هو الأقوى، لكنك إذا غذيت الإيجابية فستكون هي الأقوى. فما تغذيه هو ما يكون أقوى، لكننا نحن كبشر دائما ما يكون لدينا مشاعر سلبية. وأنا شاهدت أشخاصا لائقين وقادرين يعودون من القمة لأنهم يخافون، مثلا يتوقع أنه في حصل شيء لأولادهم في المنزل، خلاص ينزل، يصبح حاجز في العقل وينزل الشخص. أنا تسلقت، لم يكن لدي أطفال، وصعب طبعا أن تتسلق في وجود أطفال لك، ولكن طبعا لدي والدي. فدائما ما تفكر في أسرتك ما قد يحصل لهم. فأنا أتخيل نفسي دائما أنني على الشاطئ في مكان دافئ ألعب كرة الطائرة أو غير ذلك. فعندما العقل البشري عقل مذهل، وما تغذيه هو ما تحصل على مخرج منه. ما الذي تقولين للفتيات اللواتي يريدن أن يقمن بما تقومين به لكن ليس لديهن دعم من الأسرة؟ سؤال جيد. عندما بدأت في التسلق لم يكن موجودا رعاية الرياضيات في المنطقة، فقمت ب 6 أو 7 جبال تسلقتها من مدخراتي، ومن ثم أفلست وحاولت الحصول على رعاية ولم يكن أحد يرعاني في ذلك الوقت، ولكن تغير الأمر الآن. أنصح الجيل الجديد أن يدقوا أكبر قدر من الأبواب قدر الإمكان، وأن يبدأوا بشيء صغير، بتسلق صغير في المنطقة، وتبني إنجازاتك، ومن ثم تطلب أشياء أكبر. لا يمكن أن تكون اسم غير معروف، وللأسف هذه حلقة مفرغة. لا يمكن أن تكون شخصا غير معروفا وتطلب رعاية ومالا لتسلق جبل صعب. فعليك أن تبني اسمك أول وتبني عملك. وأنا أعرف الكثير من الفتيات والأولاد الذين قاموا بذلك في السنوات الماضية. تبدأ بمشروع صغير وتعمل شيء وتتحدث عنه في الإعلام، والسنة التالية تعمل شيء آخر، وهكذا. لا يحدث الشيء بين عشية وضحاها، وإنما استغرق الأمر مني 10 سنوات. لدينا مجموعة من الأسئلة الإضافية. سؤال هنا يهمني، ما هو أكبر تحد؟ والناس في الجمهور الذين لم يتسلقوا أي قمة، ما هي، هل يمكن أن تخبرهم ما هي المشاكل التي واجهتها أكثر من غيرها؟ لنقل مثلا أنه لديك الوسائل. المشكلة الأخرى هي الوقت. الناس ليس لديهم الوقت للذهاب، وهذه مشكلة صعبة، ولكن أنا أنصحك وأنصحك أن تخططي ذلك أثناء السنة، وأن تحجزي وقت معين. تقولي مثلا أنه في هذه السنة في هذا الشهر سأقوم بكذا، تضعيه في التقويم مثل ما تضعين الأجازات وغير ذلك. تكتبي هذا الشيء ومن ثم تبدأي. فليس بالضرورة أن يكون شيء كبير، وليس بالضرورة أن يكون شيء مجنون. أحدهم قال لي في فعالية سابقة، ليس لدي المال ولا الوقت، أريد أن أبدأ ولا أستطيع. فقلت لها،
انت بصحه؟ انت بصحه؟ هل تشعرين بالصحه وتشعرين بشعور جيد؟ قالت نعم. قلت لها اذا تستطيعين، هناك مواقع جميله قريبه منا هنا، هناك بعض الجبال الجميله، ابدئي بها. فالبدايه هي اصعب شيء، ومن ثم نحن دائما نقول لانفسنا ليس لدينا المال والوقت، لكن ان بذلت الجهد وذهبت فستجد الوقت مثل اي شيء اخر في الحياه، خطط له. ومن ثم سألتموني عن المصاعب التي واجهتها، يعتقد البعض أنه إفرست كان هو الأصعب، ممكن أن أعمل إفرست 10 مرات قبل أن أذهب إلى دينالي. دينالي كانت أصعب تجربة تسلق في حياتي، وهو الجبل الذي شرف على قتلي تقريبا، كنت أن أموت هناك. جبل صعب والطقس كان سيء والمساعدة لا توجد، فتحمل حقيبة 25 كيلوغرام وتسحب 25 كيلوغراما أخرى، وتحمل المياه والحبال، كان وزني 60 كيلوغراما ذلك الحين، فهي 100 كيلوغرام وليس كورنيش جدة. تصعد وتنزل، تصعد وتهبط، والزلاجة ترتطم بك، وكان لدي تقرحات في الجسم، و تسلقت مرتين ذلك الجبل، فأقدامي كان فيها تقرحات، وفقدت أظافري، أظافر قدمي كلها فقدت، ولم أتحمم 22 يوما، ولم نصل إلى القمة مع ذلك. كل شيء قمت بكل ما يمكن للابتعاد عن الجبل بعد ذلك 20 ساعة. فزملائي في الفريق عادة ما يضعون الشخص الأقوى في الأمام، الأضعف في الوسط والمتوسط، ومن ثم الأخير. فأنا كنت الثانية لأنني كنت الأصغر وكان الثلج يصل إلى هنا. بعد 8 أو 9 ساعات زملائي في الفريق لم يستطيعوا التحرك، فحولوا، فأنا أصبحت أسحب الضعيف الأضعف، وكنت أنا أكسر الثلج وغير ذلك. فبعد 20 ساعة تقريبا غادرت ألاسكا، وخلعت أحذيتي ورميتها تحت السرير وقلت أنني لن أتسلق مجددا. لكن بعد سنتين عدت وارتديت الأحذية وذهبت إلى ألاسكا. وأصعب لحظة في حياتي كانت عندما خرجت من الطائرة، لأنك تهبط بالطائرة، وأعطوني حقائبي، ومن ثم لم أستطع أن أسمع الطائرة. عندما غادرت الطائرة بدأت بالخوف بوسعي من أجل أن أثبت له أنني عضو جيد في الفريق. وتخيل عندما وصلنا إلى القمة، لأنه كان كبيرا، أصيب بدوار المرتفعات، أنا أنقذته. شخص صغير مثلي أنقذه، كان عملاقا هو، وكان ذراعه كنت أحمله هكذا نزولا من الجبل، كان ذراعه فوق رأسي، فكان عملاقا، وكنت أنا أسنده نزولا لأنه كان أصيب بدوار المرتفعات. فهكذا تصبح عضوا جيدا في الفريق، أن تقوم بعملك وتحضر. ولدي الآن أصدقاء الآن من الفرق التي عملت لديها، وكانوا يسموني أميرة، لكنهم الآن يسموني الأميرة المحاربة. فأثبت لهم بطريقة إيجابية أنه عقليتهم خاطئة، وليس لأنني أنثى أو صغيرة أنني ضعيفة. فدائما حاول أن تواجه السلوك السيء بسلوك جيد. Thanks. شكرا لك يا رها لهذه القصة الرائعة. لدي سؤال حول القوة العقلية والجسمانية، ماذا بشأن أثناء التسلق نفسه؟
كيف تستمرين في تعزيز نفسك عقليا؟ هل تنزلين خطابات تحفيزية وتستخدميها وتستمعي لها؟ كيف تقومين بذلك؟ الهواتف لا تدوم، هناك البرد يوقف البطاريات، تستطيع أن تستخدم ألواح الشمسية لكن لا تستطيع أن تشعل الهواتف، فليس هناك حيلة معينة، عليك أن تدرب نفسك لكي تكون قويا الأقوى مما يحدث حولك. عندما تكون في الخيمة وتسير الأمور بشكل سيء حولك، تستطيع أن تتحكم بنفسك فقط وليس بالفريق والآخرين، فالشيء صعب. يجب أن يكون لديك القناعة وأن تكون مقتنعا أنه ما تستطيع أن تتحكم فيه هو أنت، وهذه أفضل أداة ممكن أن تكون لديك، وهذا ليس بالأمر الهين، ليست مهمة هينة وليست عادة سهلة، لأنه دائما نحن معتادون على رد الفعل نغضب وغير ذلك. أنا في حياتي العادية أغضب ويكون لدي رد فعل، فلا أستطيع أن أتحكم في الفريق، أتحكم بنفسي. ممكن أن تنزل أكبر قدر من الكتب، لكن إن لم تكن جاهز عقليا أن تتمكن من ذلك، ويجب أن تكون صريحا مع نفسك، لا تكون قاسيا على نفسك أنه كنت سيئا اليوم وخلاص. كلا، إن كان يومك اليوم سيئا فاحرص على أن يكون غدا يوم جيد، وأن تحدد ما هي الأسباب التي جعلت يومك سيئا. هل لم تنم جيدا؟ لم تأكل جيدا؟ فلا تكن قاسيا على نفسك. شكرا جزيلا لك. تسلقوا أو جدوا جبل إيفرست الخاص بكم. شكرا لك، ولدينا هدية تذكارية نقدمها لك. You guys are awesome. Thank you. I could see many faces and really قلبكم ما شاء الله. They have nice aura. ما شاء الله. Very nice vibe. Thank you very much. This is so cool. Raha will be on the Psy Cafe at 4 p.m. everybody, so if you want to ask more questions. Raha ستكون موجودة أيضا في الساعة الرابعة عصرا، فإن كنتم تريدون الحديث معها فبالإمكان أن تجدوها هناك.